Shada FM, la radio que j'aime. معنا الوردة أو الزهرة اليعقوبي اللي كتكلمنا اليوم على الجديد ديالها واللي تكلمنا معاك قبل الفاصل على أنك إن شاء الله كتخططي أنك تخرجي واحد لا كوليكشن ديال بريت ابورتي دو لوكس. هاد المره انا غنسولك لان كنعرفوها كتستوحي يعني من الطبيعه ملكه الالوان ملكه الالوان القفطان يعني في 2009 استوحيتي من الفراشات. دابا بريت ابورتي منين استوحيتي هاد لا كوليكسيون الجديده اللي غادي تخرجيها ان شاء الله؟ التيم ديالها كيف غيكون؟ لو تيم هو جي شوازي 3 تيم في لا كوليكسيون دو لوكس. لو تيم موتار اللي هو لي كومبينيزون افيك سي دي تونوك اللي تقدر تلبسهم باش تلبسي باش تطلع في لا موتو. ولا انا جاتني الفكره ديال لو تيم موتار. ثاني شيء جو مي سوي انسبيري دو باروك داك الشيء ديال لوي 14 لي فرونسي على ليبوك اي تو نابوليون سكي في داك الشيء اللي كيبان لك رسمي شويه ولكن هو في نفس الوقت يعني مرتاح وانك تلبسو وكيعطي واحد الهيبه للشخص اللي كيلبسو. اكزاكتومون كيعطي لان جو تروف كو سي ان بو رويال اللي كتلبس شي حاجه اللي هي شيك رويال. عاوتاني كتبدل لك لو فيزاج ديالك كتبدل لك لو ستايل ديالك شي شويه باسكو اوجوردي اي فو توشي افيك هاد لاطوش ديالنا المغربيه نقدروا نلعبوا بزاف ديال لي ستايل فعلا اي بيان سور وندخلوا لاطوش ديالنا مغربيه اي اون ا بوكو دو كرياسيون باش يقدر يكون عندك لو شوا دو بورتي بلوزيغ تروك. وحتى ملي كتدخل عند ان كرياتور وكتلقى بلوزيغ تيم مخدومين كتلقى داك لو شوا باش تقدر تبدل من هنا ومن هنا لو لابيمون ديالك. الجميل هدى انا وياك كان لينا الحظ اننا شفنا هذه الاطلاله على التصميمات الجديده ديال مدام زهراء اليعقوبي. هي جميله وتبارك الله ماشي نقولوا غامرتي انت ديما كتغامري بالالوان يعني ديما كتغامر زهراء بالالوان داكشي تسموه ملكه الالوان. فهنايا مغامرتك يعني جميله بالنسبه لينا حنايا. انت ملي كتديري هذه المغامره في الالوان تمزج هذا مع هذا كيفاش غير كتجي وكتحطيهم اولا كتجرب في الاول اولا في المخيله ديالك كتقولي هذا اللون غيجي مع هذا اللون واخا ربما بعاد بالنسبه لنا حنا كاشخاص عاديين؟ هو انا نصيحه اللي نقدر بعدا نعطي الناس بارابور الالوان نقدر نقول لهم زعمو خلطوا الالوان لانك ملي كتحط تقدري تحطي بلوزور تقدري تحطي بزاف ديال الالوان حداك مثلا فوق طبله وتميلونجي هذا مع هذا يقدر يديرونجيك لون واحد تحيديه كاريمون ولا ترومبلاسيه بلون اخر اللي يقدر يعطي معاه اللي يقدر يجي مع هذاك الميلونج الاخر ديال لي كولور. انا اللي كان النصيحه الوحيده هو يفو اوزي اوزي لان هذيك باش تزعم باش دير لي كولور هي اللي شحال من واحد ما كيقدرش. البدية اللي كتكون صعيبه اكزاكتومون البدية اللي كتكون صعيبه. ولكن يقول لك المثل ديالكم نتوما يعني الدومين ديالكم 100 تخميمه وتخميمه ولا ضرب بالمقص يعني داك الشيء علاش نتوما كتحاولوا انكم تقادوا الالوان قبل ما ديروا حتى شي عمليه باش دائما المغامره كتكون في محلها. فوالا خاص واحد دائما يغامر مرة. الحمد لله في هذا الميتشي دائما مغامره كتسوى في القصات في الالوان في الميلونج لان انا كنسين لو ريزولتا بحالي بحال كاع الناس غير ديك الزعامه هي اللي كتشجعني باش نلقى الواني باش نلقى القصات ديالي باش نختار لي تيم ديالي. سكي في كنقول اوجوردي فو ايتر اوداسيو تبع الحال. ما يمكنش لينا نختموا معاك بلا ما نتكلموا على الفنانين اللي لبستي يعني تبارك الله لبستي فنانين مغاربه اللي تبارك الله شفنا ان اللوكات ديالهم والاطلالات ديالهم كانت متميزه. انا ما نقولش الاسماء ديالهم ولكن خليك انت زهره يعقوبي تذكري هذه الاسماء وتذكري كيفاش تعاملتي معهم وتذكري كذلك انت في الاول فاش سولاتك هدى قلتي انك كتشوفي الشخصيه خاص الشخص تبدا يعجبك يعني خاص الموضوع يدوز. قولي لي شكون الفنانين اللي لبستيهم وشفنا حتى فنانين اللي مغاربه ماشي مغاربه يعني ملي غنتكلم على رياض العمر مثلا. رياض العمر هذاك صديق ديالي. رياض مغربي لبناني. اش قلت لك مغاربه اللي مشوفه اكزاكتومون. رياض لبس اول قفطان ديالو عندي في 2007 في الاول فاش دخل المغرب ومن تما فين ما كيكون عنده ان تروك رياض كيجي لعندي لان انا عارفه شخصيته اللوك ديالو الوقفه ديالو لا مورفولوجي ديالو سكي في وطيبو برياض. نعم والقفطان كان زوين. غير ذكري لنا على الالوان اللي لعبتي عليها. ما كانوش الوان كبار في القفطان ولكن جو مو سوي انسبيري دي زاندالوس.
في القفطان اللي عطيته، لان على حسب الشكل ديال وجهه، على حسب، ما بغيتش نخليه دون لو ستيل، ما بغيتش نخليه لبناني، لان كان يمكن لي ندير له مثلا قصه ديال فيست في الشكل اللبناني. ولكن اوجوردي ملي كنعرفوا بان رياض مغاربي وكاين في المغرب وعايش في المغرب، كيف جو مو سوي دي علاش با لاندالوس، ما هو لبناني ما هو، وحنا اصول القفطان المغربي كنعرفوا بان دخل عندنا المغرب جا من الاندلس. نعم نمشيو عاود للفنانه زينه الدوديه، حتى هي اطلاله باطلالاتك حتى هي زينه الدوديه الطيبوبه الحبوبه. هذيك السيده جلادور بيان، وسما في بليزير باش نكولابوري وانا وياها باش نبدلو ان بيتي بو لو ستيل. الحمد لله وصلنا للغزول تزوين اللي عجب الناس، وتا هي كانت فرحانه في اللباس ديالها، لان خاصنا نخرجوا لا فيمينيتي ديال زينه، حيت زينه سي اون جولي فام. هي زينه اصلا يعني اسم على مسمى، سي اون جولي فام افيك جولي تري، يفو جوست لا ميتر اون فالور اي سافوار لا ميتر اون فالور. واللي كيعجبني في هذيك السيده، لان اللي عجبني بلوس فيها شخصيتها، لان هذيك السيده عندها شخصيه قويه و كتخدم على لا شونسون المغربيه وباغا توصلها للعالميه، اي سي ان بوين كي تري فور. وبالنسبه ليا انايا مهم تكون مراه كتفكر بهذه الطريقه، واي ارتست كيفكر بهذه الطريقه زعما الا وكي يوصل ان شاء الله. اكزاكتومون تبارك الله. للبسات ديالك القفطان البلو كذلك، حتى السومو، حتى اللبسه اللي لبست في افريما كانت زوينه بزاف. مشيو لإيهاب امير يعني انا كنتقنا والو كنشوفو معاك من يعني التدريج، يعني تبارك الله كتعاملي مع الشباب اللي يلاه بداو، لان هذا الرجوع ديالي للساحه الفنيه دابا باش بان غبرت واحد الوقيته من مورا سميره بن سعيد و مياده الحناوي، مياده الحناوي كانوا فنانين غربيين، هند صبري باردون فنانين غربيين، ماريا كاري في فيستيفال ديال في موازين على بي بورتي اون تونو، سيتي بور اون سواري، سيتي با بور لا بوبليك بور لا سين. كان الحلم ديالي انني نلبس جينيفر لوبيز، ولكن باسكو سي اون شونتوز كو جيم بوكو، مي مالوغوزمون ما كتبش، مي المره الجايه ان شاء الله نقدر نشوف واش نهار جينيفر لوبيز لابسه قفطان المغربي، علاش لا؟ ان شاء الله باذن الله. Shada FM, la radio que j'aime.